مرحبا بكم مشاهدينا، حياكم الله، رجعنا لكم مره ثانيه وان شاء الله دائما معاكم. فقرتنا عن العلاج بالاكسجين. يعتقد الكثير من الناس انه من احدث الطرق العلاجيه، لكن حقيقه معروف من زمن طويل الى ان انتشر في الفتره الاخيره، وبدت مراكز العلاج بالاكسجين تزيد بشكل اكبر، تتطور اكثر. خلنا نتعرف اكثر عن هذا النوع من العلاج من دكتورنا العزيز الضيف المتميز مهاب الشافعي، اخصائي الجراحه العامه ورئيس قسم العلاج بالاكسجين. مرحبا بك دكتور العزيز. اهلا وسهلا، حياك الله يا دكتور. العلاج بالاكسجين تحت الضغط، هل هو توجه طبي جديد؟ شو فكرته دكتور؟ شو آليته صراحه؟ تمام. هي الفكره ان احنا المريض بنديله اكسجين بنقول عليه مركز 100%. احنا زي ما احنا عارفين حاليا دلوقتي بنتنفس اكسجين في الجو التركيز بتاعه 21% تقريبا. انما لما بندي المريض اكسجين 100% ده بيتنفسه بيبقى داخل غرفة زجاجية بنسميها غرفة ضغط. ليه غرفة ضغط؟ لأن احنا في أول 10 دقائق ربع ساعة من كل جلسة بنزود الضغط على جسم المريض تدريجي لغاية لما نوصل عند ضغط معين بنسبة عليه، وبعدين نبتدي نشيل الضغط تدريجي مرة تانية. طول الفترة دي اللي هي بتبقى فترة زمنية من 60 لـ90 دقيقة على حسب المشكلة، المريض بيتنفس أكسجين 100%. ويضره؟ أفندم؟ ما يضرها 100%؟ لا ما بيضرش، لأن هو الفترة الزمنية بتبقى محسوبة كويس، الضغط اللي هو بيبقى عليه بيبقى محسوب كويس، إحساس المريض داخل الغرفة بيبقى نفس إحساس الشخص العادي بالظبط في الغوص، أو نقربها سعبر شوية نقول في الطيارة مع اللاندنج أو الهبوط. اليوم ساعة تحس إذنك تتسكر، هذا الضغط اللي هو هذا الإحساس بالضبط. برافو عليك. وبنعلم المريض عشان كده في أول الجلسة بعض الطرق إزاي يعادل الضغط على ودانه، وده بيبقى زي ما قلنا في أول ربع ساعة من الجلسة اللي هي بنزود فيها الضغط تدريجيا. بعد كده المريض ما بيحسش بحاجة خالص، بيبقى داخل الغرفة ريلاكس، بيستنشق أكسجين مركز 100%، وزي ما قلنا ان الجلسه بتبقى من 60 لـ90 دقيقة على حسب المريض. طيب دكتور، شو الاعراض او الامراض اللي عالجها او تعالجها هذه الجلسات او العلاج بالاكسجين المركز؟ هو الهدف من العلاج اللي احنا بنعمله ان احنا اذا افترضنا نقصنا نسبه الاكسجين في الدم للمريض قبل الجلسه وبعد الجلسه، نعم، بنلاقي ان بعد الجلسه نسبه الاكسجين تتضاعف ل 15 ضعف تقريبا. طبعا نسبه عاليه جدا في جسم الانسان بالظبط، والنسبه العاليه دي طبعا بتبقى مع الدورة الدموية كلها، بتروح لكل خلايا الجسم. فهنفترض مثلا لو اتكلمنا عن الجروح المزمنة وبالذات في مرضى السكر اللي يتسبب الغرغرينة في أغلب الحالات. بالضبط، برافو عليك. دي حاجة من مشاكل مرضى السكر. إنما لو قلنا مشكلة أبسط شوية وهي القرح اللي بتبقى في القدم، مريض السكر للأسف طبعا ما بيبقاش حاسس بالقدم بعد فترة طويلة من السكر، فبيبتدي يحصل جرح. الجرح ده عشان يلتئم ممكن بيقعد 3 أو 4 شهور عشان يلتئم. مع العلاج بالأكسجين تحت ضغط في خلال ممكن 3 أسابيع 4 أسابيع الجرح يلتئم تماما، لأن ده مشكلة مريض السكر بيبقى فيه ضيق في شرايين الساق، فالأكسجين صعب يوصل بالظبط، بيوصل بصعوبة، يساعد الخلايا في بالظبط، فبالتالي بيتأخر عنده الالتئام بتاع الجرح. لما بالعلاج بالأكسجين بنزود النسبة الرهيبة دي أو الكبيرة قوي داخل الدورة الدموية، فبتوصل كميات كبيرة لمكان القرحة، وبتبتدي الخلايا تتكاثر بسرعة كبيرة، فبتبتدي أنها تقفل القرحة والجلد يبتدي يقفل الجرح تماما. دي مثلا استخدام من استخدامات الشائعة طبعا، لأن للأسف في الوطن العربي السكر مرضى السكر كثير كتير حقيقة ومضاعفاته كتيرة. بنستخدمه مثلا في حاجة زي اسمها الصمم الفجائي. بعض الناس بتنام وتصحى مش سامع بالأذن، مفيش سبب معين. بعض الأحيان بيبقى نتيجة التهاب شديد زي دور برد شديد قبلها، بعض الأحيان بيبقى نتيجة ضوضاء شديدة حصلت في الأذن دي زي إطلاق مثلا طلق ناري أو كان جنب سماعات في حفلة كبيرة، فبيحصل حاجة اسمها الصمم فجائي. ده بيحصل نتيجة انه الخلايا السمعية في الأذن الداخلية بيحصل فيها هبوط مرة واحدة في الأكسجين، في نسبة الأكسجين يعني بالظبط. لما بنوصل لها النسبة الكبيرة دي بتبتدي الخلايا ان هي مرة تانية تنتعش
وتبتدي ان هي تريكفر ويحصل ويرجع لسمعة يا دكتور. بالضبط، هي الفكرة أو التكة في القصة دي التشخيص المبكر للصمم الفجائي. طول ما احنا بندي الجلسات في خلال 3-4 أسابيع الأولى من المشكلة يبتدي التحسن بيوصل لأكثر من 90%. كل ما نتأخر كل ما النسبة دي بتقل. طبعا بنستخدمه برضه المبكر، مثل التشخيص المبكر في مهم جدا، مهم جدا طبعا، جدا جدا. وبنستخدمه برضو في بعض مشاكل، مثلا العلاج الإشعاعي. بعض الناس بتعاني من مشاكل نزيف من قرح بعد الإشعاع، لأن الإشعاع مشكلته أن هو بيقضي على الأوعية الدموية. فمن مزايا العلاج بالأكسجين تحت ضغط أنه بينشئ أوعية دموية جديدة، فبنقدر أن احنا المكان اللي كان فيه الإشعاع وعامل تقرح كبيرة جدا. ممتاز. من الأشخاص اللي مؤهلين لتلقي هالعلاج يا دكتور؟ هو احنا ما عندناش أي حدود في السن مثلا، يعني احنا سواء طفل أو كبير؟ بالضبط، احنا ما كنت لسه أقول لحضرتك عملنا مثلا ريكورد لدولة الإمارات إن عالجنا أكبر إنسان اتعالج بجلسات العلاج بالأكسجين في العالم. كم عمره دكتور الله يعطيك العافية؟ كان 99 سنة. 99 سنة بالضبط، الله يعطيك العافية. ده مش ريكورد في أي حتة في العالم. الحمد لله. برضو عالجنا طفل عمره شهر. ما شاء الله عليك، من شهر 99 هذه رحلة بالزبط. حياة ممتدة ورحلة تقدير لكم يا دكتور. بالضبط، فهو القصة إن يكون الشخص بنقول عليه لائق للجلسات، عشان نقول إن هو لائق للجلسات بنعمل بعض الأبحاث البسيطة قبل ما نبتدي العلاج، نتأكد ان هو ممكن ياخذ الجلسات ان شاء الله. نعم دكتورنا العزيز ومشاهدينا، طبعا دكتور مثل ما ذكرت انا في المقدمة عن هذا العلاج ان نوع معروف من زمن طويل. مشاهدينا ما انا خبرتكم انه من زمن طويل، خلونا نشوف هذا التقرير عن تاريخ العلاج بالاكسجين ونرجع نستكمل مع ضيفنا العزيز، نتابع. العلاج بالأكسجين عالي الضغط من بين عدد من الطرق العلاجية غير التقليدية التي أثبتت فعاليتها في حالات وأمراض معينة لدرجات متفاوتة، وتعتمد هذه التقنية على تعريض المريض لاستنشاق الأكسجين النقي بنسبة 100% بالتزامن مع وضعه تحت ضغط جوي يعادل 3 أضعاف الضغط الجوي الطبيعي، مما يساعد في علاج عدد من الأمراض وتحسين الحالة العلاجية لأمراض أخرى. وأول من بادر إلى الاستنجاد بهذه التقنية طبيب بريطاني يسمى هينشو عام 1662، إذ أخضع مرضاه لجلسات استنشاق الهواء المضغوط بوضعهم داخل حجرة خاصة كانت تسمى دوميسيليوم. إلا أن هذه التقنية بقيت في الظل لحين عودة الاهتمام بها من قبل الطبيبين الفرنسيين جوند عام 1834 وتباري عام 1840. لذلك انتشرت الأنباء حول هذا العلاج منذ القرن 19 حول منافع حمامات استنشاق الأكسجين المضغوط في حل مشكلات سوء التغذية وانتفاخ الرئة والتهاب القصبات الهوائية ولين العظام. هذا ما شجع الجراح الفرنسي فونتين على بناء غرفة عمليات مضبوطة بالهواء المضغوط عام 1879. ولكن من أضفى على تاريخ المعالجة بضغط الأكسجين العالي ميزات ولمسات خاصة كان الفيزيائي الفرنسي بول بيرت، الذي أثنى في كتابه الشهير الضغط الجوي الصادر عام 1878 على الأثار العلاجية المفيدة للأكسجين، خاصة عندما يستنشق بنسبة 60% مع مؤشر آتا 1 على نطاق قياس ضغط الهواء. مرحبا بكم مشاهدينا، حقيقة انا استمتعت بالتقرير، شكرا فريق العمل، واكتشفت بعد انه من عام 1937 يمكن لاحظت الدكتور بالضبط العالم الفرنسي طيب. يعني داخلين على حول ال 100 سنه، يعني حولها قريب، واحنا نعتقد انه علاج جديد او مستكشف جديد. بروح من هذه المده كلها، اعتقد يعني كان في رؤيه واضحه لكم، من هو الاشخاص اللي ايضا يمنع عليهم
استخدام هذا العلاج؟ زي ما قلنا في الأشخاص الممنوع عليهم الاستخدام اللي هو في عندهم مشاكل في عضلة القلب، بعض الأشخاص اللي عندهم مشاكل مزمنة في الكلى، أساسا لو في حد عامل عملية من وقت قريب في الصدر مثلا. ففي بعض الموانع اللي احنا بنقول عليها ما ينفعش يخش داخل الغرفة. بالنسبة للاستخدامات الأخرى برضو اللي بنستخدمه فيها ممكن ما بعد مشاكل عمليات التجميل، ودي الحقيقة دكاترة التجميل بيحتاجوها وبتفيدهم جدا بالذات بعد العملية على طول. أنا أبغيك تعلق على الموضوع حقا، يعني لأن متابعينا بيستفيدوا منها بعد عمليات التجميل. شو ما كانت العملية دكتور، أي عملية تجميل ولا في عمليات معينة؟ ايا كان عمليه التجميل بيحصل فيها مشاكل طبعا، مش اي عمليه تجميل بالزبط. يعني اذا في صار سويت عمليه اذا حصل مشكله فعلا عندما الخواص سويت عمليه تجميل وصار في مشكله عنده، احد الحلول الناجحه هي العلاج بالاكسجين تحت ضغط. طيب في اعراض جانبيه دكتور؟ بالنسبه للاعراض الجانبيه بتاعته الحمد لله بسيطه جدا، يعني بعض الناس بيحصل فيهم اختلاف في الفيجن او في الرؤيه. نعم. ودي بتبقى حاجه مؤقته، بتبقى لمده 3-4 اسابيع بعد العلاج ما بينتهي بيرجع لطبيعته مره تانية. مثل كيف؟ اشرح لنا يا دكتور، يعني في الرؤيه كيف؟ يعني اللي بيحصل بالذات دي لو اخذنا جلسات اكتر من 20 جلسه ممكن انه بيحصل حاجه اسمها اقتراب في الرؤيه. يعني هي الحقيقه بتبقى تشوف اقرب، بتبقى ميزه لبعض الناس اللي هم بيستخدموا مثلا النظاره في القرايه. فإنما بعض الأشخاص العاديين اللي هو بيستخدمش نظارة خالص ده بتبقى بالنسبة له مشكلة، بيبقى فيه شوية زغللة في القراية. بعد تروح أفندم؟ تروح يا دكتور؟ بعد ما بنخلص الجلسات حوالي 4-5 أسابيع بترجع النظر طبيعته مرة تانية. طيب شو هي مراحل العلاج دكتور ومدة العلاج بعد؟ يعني شو المراحل وأيضا المدة الزمنية؟ المراحل زي ما اتفقنا إنه الأول بيبقى فيه تشخيص إن المريض ده يناسب له العلاج بالأكسجين تحت الضغط. تاني حاجة إن إحنا بنقول إن المريض داخل الغرفة في بعض الحاجات الممنوعة مثلا، يعني المريض اللي شفناه في التقرير ده بيبقى لازم لابس لبس بنقول عليه قطن 100%، ممنوع يبقى معاه الموبايل، ممنوع معاه أي مفاتيح معادن، كل ده احتياطات بناخدها داخل الغرفة. في سبب إن القطن دكتور؟ في سبب إن القطن؟ القطن لأنه أي بسام؟ لا، اي لبس تاني بيبقى فيه ماده البوليستر ودي ممكن مع الاحتكاك تطلع شراره. وطبعا احنا داخل الغرفه زي ما قلنا بنتعامل مع اكسجين 100%، فلازم ان احنا بيبقى واخدين كل احتياطاتنا ان ما يبقاش في اي حاجه تسبب شراره داخل الغرفه. فعشان كده اللبس بيبقى قطن 100%، ممنوع مفاتيح، ممنوع اي مواد، اي اجهزه الكترونيه زي موبايل ايباد الكلام ده كله. بالنسبة للمريض بيحتاج جلسات قد ايه؟ طبعا دي بتختلف من مريض للآخر. في بعض الأمراض بيبقى ليها بروتوكول ثابت ومحدد، زي مثلا لما بنتكلم على الصمم الفجائي ده بيبقى ليه كورس 10 جلسات. لو اتكلمنا على موضوع القرح في مرضى السكر بتختلف حسب القرحة بالضبط، حجم القرحة، إذا كانت ملتهبة أو مش ملتهبة، سن المريض برضو بيفرق، إذا كان كبير في السن أو صغير، كل دي بتحدد عدد الجلسات اللي احنا بنحددها للمريض. دكتور في حالة مرت عليك ما تنساها؟ هو الحقيقة حالة فعلا كان شخص بيعاني من الخوف من الأماكن المغلقة، هذا فوبيا بالضبط، الفوبيا دي كانت موجودة عنده، والحقيقة يعني أصر إن هو مستحيل يخش داخل الغرفة. ترى الحين بسألك يا دكتور، أنتم موضوعكم كله في غرفة زجاجية بعد. بالضبط، إنما عشان غرفة زجاجية ما فيش المشكلة دي، يعني مفتوحة تقريبا. بالضبط، فلما هديناه واقتنع ودخل داخل الغرفة أخذ الحقيقة الجلسة كلها كاملة وخرج بعديها سعيد جدا إن هو ما حصلوش المشكلة دي. الحالة الثانية اللي هي كنت ذكرتها لك من شوية، اسبوعين بحجر دكتور، خلصتوه من الفوبيا وعالجتوه. بالضبط، يتعالج من الفوبيا فعلا. الحالة الثانية اللي كانت الحقيقة الواحد بيعتز بيها اللي هي ال 99 سنة. شو كان عنده دكتور؟ ده كان عنده غرغرينة في القدم. والحمد لله قدرنا ان احنا نسيطر عليها وما تمتدش لبقية القدم، كانت في صباع بس في أصابع القدم. ولأن الحقيقة زي ما ذكرت لحضرتك إن ده ريكورد
ما حصلش في اي حته ل 99 سنه يعني. الله يحفظكم يا دكتور، ودائما تسجلون الريكورد او الرقم القياسي في بلد تحقيق الاحلام وتحقيق الارقام القياسيه. الحمد لله. دكتور مهاب، شو تحب تختم الفقره الختام من عندك دكتور مهاب الشافعي؟ شو تحب تختم فقرتنا الجميله؟ شو نقول لمتابعينا ختام؟ يعني هو العلاج ده انا بحاول اقول للناس ان هو علاج جديد اي نعم في الامارات، بس زي ما قلنا من التقرير انه علاج قديم. العلاج ده بيفيد ناس كتيره. الحقيقه انا شفت من الحاجات اللي شدتني للعلاج ده من فتره طويله كم من الناس الحمد لله اللي بفضل ربنا ثم العلاج بالاكسجين قدر ان هو يحميهم مثلا من بتر في القدم او في الاصابع. العلاج ده بعض الناس بتستخدمه حاليا دلوقتي في دراسات في امريكا انه انتي ايجينج يعني ضد الشيخوخه. بنستخدمه للارهاق المزمن. فالحقيقه نفسي الناس ان هي يعني تعرف العلاج ده وتبتدي تتعرف عليه ويقبلوا عليه ان شاء الله في الحالات المحدده. شكرا جزيلا ضيفنا العزيز دكتور مهاب الشافعي، شكرا لك. اشكرك. واكيد الشكر موصول لكم متابعينا، مثل ما عودناكم دائما في كلمتنا، فاصل صغير ورجع لكم، لا تروحون بعيد، تريونا.